بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الميقات ولا وصلنا الكعبة الشريفة سيدنا الصبح، الحمد لله والله العمرة. اليوم هاي نروح للمرحومة ذيبة محمد علي بكار، زوجة المرحوم عبد النبي بكار رحمه الله. أنزه الله، عوض الله الجنة، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اترابها ويسر حسابها يا رب العالمين. اللهم اغفر لها يا غفور، اللهم ارحمها يا رحيم، اللهم ادنا دارا خير من دارها وأهلا خير من أهلها يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحان الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اغفر لي والوالدين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم زد في حسناتها، اللهم زد في حسناتها، اللهم برد ترابها، اللهم اجعل قبرها روضة رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم تجاوز اللهم عن سيئاتها يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولك. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لها وارحمها يا رحيم، اللهم اجعل قبرها غلطة رياض الجنة، اللهم اغسلها بماء الثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقت الأرض من الدنس يا رب العالمين. اللهم ارحمها واغفر لها ومترابها ووسع مدخلها يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرها غلطة رياض الجنة، اللهم اجعل قبرها غلطة رياض الجنة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك إن كنت من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك إن كنت من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.